بسم الله الرحمن الرحيم، معكم متحدث فيصل عنزي. أنا عند محطة غسيل السيارات اللي على طريق اللي هو الدمام الرياض. هذه المحطة الحقيقة أنا غسلت سيارتي اليوم العصر وحطيت مبلغ تقريبا 150,000 كان تحت المرتبة، لكن بيض الله وجه الأخ أول شيء أكرم، الله يجعل إن شاء الله ميزان حسناته ما فعله. يعني حقيقة أنا عاجز عن الشكر، لأني الحقيقة لو وفيته وأعطيته أسأل الله الجزاء من الله قبل كل حاجة، لو غيره شال فلوس أقعد عاد حنا روح وكذا. والحكومتنا الرشيدة حقيقة غنية عن الإهمال اللي حنا فيه، الواحد يهمل. وأنا أعتبر أن خطأي أنا شخصي حقيقة أني أحمل فلوس في السيارة، ولكن غصب عني تحصيل إجارته وكذا. هذا الأخ اسمه كريم عبد الله محسن محمد غانم، عبد الله محسن غانم المحطة. ونعم والله الله يطول عمرك، غانم المحطة هو اللي جاب الرجال ذا، وانا والله ما دريت الا يوم جيت لقيت فلوس قسما بالله. والله تقول انا متسرق، لكن احمد الله على اول حاجة امانة هذا الشخص الحقيقة لا تقدر بثمن، يشهد الله والله امكانها اخذها وراح على اليمن وشلت تغني، لكن يغنيها الله من فضله قبل كل حاجة. وانا عايز عن الشكر حقيقة، وبيض الله وجه الف ألف شكر لك يا أخ أكرم. أكرم مين؟ أكرم مين؟ أكرم عبد المهيب صالح. ونعم والله مشكور لك، ألف شكر. السلام عليكم.